من الصاروخ صاروخ محلي شوف هذا اسمح لي اخويا ما كان صوت شي كيقول له ها الضربه فين ضرب داك الشيء ها بلاصه الدار انا نطحت هذا المكان تكلم هنا عطي الدار هذه تهزت هذه ود الحاج والله الا تهزت والله ايش شكي ولا شوف شكي ولا شكي تكلم هنا ما عرفنا هو الصاروخ ما عرفنا واش بوطه ما عرفنا شنو هذا الشيء الناس مخلوعين هنا ما عرفنا شنو كاين في الشيء كيقولوا شي قنبوله كيقولوا صاروخ كل شيء كيقول الله اعلم شي ما عرفنا شنو هو الناس مخلوعين هنا الحاله ديال العاده كلهم مخلوعين الشيطان هنا ما عرفنا شنو كاين الدار تريبت من الفوق السقف تقد من الفوق الدار تقبت وخلات العمارة في الارض يعني داكشي اللي دخل طاح من الفوق وضرب الدار من الفوق وتقبت الارض غنعاود نوريكم عاوتاني هادشي راه في مدينة السمارة ما عرفناش بالضبط شنو هو الدار كي ولات ها هو البودرة شنو البودرة هادي كاع طاحت من فوق السقف هاد البودرة هادي تقلبت من الفوق وطاحت الدار كامله رايبه الناس مخلوعين هنايا ما عارفين شنو هذا الشيء المهم حنا راه كيف حال المكان السمارة المكان متواجد قرب حي السلام توسيع هذا الشيء ما عرفناش اخويا مناش ما شو انت الدار كي ولات هذاك الشيء تقدم من الفوق عزوه افريقيا بعرف